هذا السند ما شاء الله تبرع لوالده، وسامة تبرع لخالته، كل واحد عطى جزء من كبده القريبه. ايش رايك بالكلام هذا؟ والله هذا الكلام هذا ان شاء الله عند رب العالمين هو اللي يجازيها بالجزاء الاوفى. الله يجزيك. اي والله. شلون جت؟ الحمد لله المواقف اللي صارت قبل العمليات وقبل ان تبرع خلتنا يعني نحس بشيء يعني ما له وصف. يعني هل ابوك، تخيل ابوك قدامك وتعبان، تحس انه محتاج يعني شيء بسرع وقت. يعني لو قالوا روحك تقول يلا هذه روحي، خذ روحي بس خلوه يرتاح ويرجع زي ما كان. الحمد لله عدت الامور على خير وصار اللي صار وكان حلم. الحمد لله والشكر عدت بايام بسرعه. الحمد لله والحمد لله هذا رجع البيت متعافي. هذا شيء يعني نشكر ربنا عليه يعني ليل ونهار وكل وقت. الحمد لله. اي والله. اسامه نعم، انت برعت لخالتك كبدك. اي نعم. شلون جاء؟ والله رحت اللي يقول لك اختي مريض الله يشفيها، الله يشفيها، بحص سرطان الله يشفيها. ورحت وهم اكثر من واحد يعني جاء حلل ما طابقه، كانت تقفلها مع الخزع. وكلمت ابوي وقلت له يبا والله انا بتبرع لخالة امه، وكان معي محمد اخوه. وقال ابوي ابد روح حلل. ورحنا حللنا والحمد لله طابقت انا، وما خذيت يعني اقل من شهر بالتحاليل والحمد لله، وسويت العمليه والحمد لله هي بخير الحين. يعني جت مصادفه. هي يعني جت بصدفه. الحمد لله الله يجزاه خير. ايش تقول بالعمل يعني؟ هذا والله عمل خير، ما عمل ولا الا الله هديه وموفقه. نعم وتوفيق من رب العالمين. الحمد لله حس الله يجازيهم ان شاء الله جزاء. الله يجزاهم خير ويكتب لكم الاجر. يعني هذا تبرع بجزء من كبده خالته، وهذا لابوه والده. الله يجزاكم خير ان شاء الله. يعني ما هو قليل هالكلام. اي والله اكيد.